واحد جيت السبوعة كان طاح واحد السيد وجبدوه بواحد الصعوبة باش جبدوه والدري تيعومو وداك الدري دخل تيعوم بحال ما هكا البحر هو مهدن شوية فجأة البحر تقلب سنتي هو هذا والجرف حداه ما كاينش حتى متر في هذه المنطقة هنا ما كاينش حتى متر ديال الفرق إذا الإنسان كيكون غادي بالأخص الإنسان اللي الناس اللي ما مشيو لهذ المنطقة كيكون غادي على هدى من الله تيسقط مع المرة تتسهى حتى الدري تيمشي ما عارف والو حتى تيتسرع راه ضروري خص يكونوا هذوك الكرياجات تمايا لان عندنا البحر زوينين في سيدي موسى منطقه زوينه خصنا نتهلاو فيها المشكل اللي عندنا حنا في هاد سيدي موسى وهو ما كاينش داك الحيزاز اللي على الجناب البحر والمراقبه ما كايناش انا راد هادي واحد 3 ايام او 4 ايام واحد جيت السبوعه كان طاح واحد السيد وجبدوه بواحد الصعوبه باش جبدوه انا حضرت في داك الواقعه هنا مؤخرا العيالات بزاف تيطيحوا هنايا في هاد القصعه هاد البلاصه هادي تقريبا فهمتي هاد البلاصه تقريبا اكثريه في الصيف تيكون هنايا العيالات تيعوموا هنايا كيما قلت لك راه خص يكونوا كرياجات كاع البلاصه اللي فيها الخطر بحال هاد المحاضرات اللي كاينين هنايا لان سي مر من تما راه يقدر يسقط باي طريقه يعني الانسان تيكون معرض لبزاف الحوايج ممكن تجي انت وليداتك هنايا وغفل على يعني ولدك بعد المره تتسهى حتى الدري تيمشي ما عارف والو حتى تيتسرع راه ضروري خص يكونوا هذوك الكرياجات تمايا لان عندنا البحر زوينين في سيدي موسى منطقه زوينه خصنا نتهلاو فيها هذا هو المشكل اللي عندنا حنا سمعت واحد السيد كان مات هذه شي شهر دابا ولا تقريبا يعني كاين الناس دابا اللي تكون انسان مريض مرض نفساني كاين اللي مسكن عنده اكتئاب هذا بزاف ديال الحوايج هو اللي تيجعلو مسكين تيمشي تما ما يعني واخا بنادم تيشوفو ما تيقدرش باش يمشي عنده ولا ينصحو ولا شي حاجه ما عرفش شنو كاين فيه هذا هو المشكل داك السيد كنت مريح انا والوليدات هنا والمدام والبنيه ديالي هنا في هاد البلاصه في هاد الكرسي اللي كان تيشي هضر يقول والدري تيعومو وداك الدري دخل تيعوم بحال ما هكا البحر هو مهدن شويه فجاه البحر تقلب ولا الحصار تيضرب بلاصه وعيا بقى تيضرب معين معيا ما بقاش بدا تيهبط يعني حتى واحد الشاب تبارك الله باقي تنذكروه هنا من شي ما تيجري هنا مسكين هنا وشي وحده اللي حولو الشومبرير بواحد المشقه الانفس عاد جبدوه وبقى تيبكي وتيغوت تيقول انا ما بقاش نعاود ندير هذا الشيء هذا وهذا يعني مساله خطيره جدا اي خصنا ملي يكون تعرف هذه المساله هذه انا تؤدي انفسكم للتهلكه واحد الحاجه اللي صعيبه عليا وهذا ما خصنيش نمشي ليها بالنسبه بنادم صغير ولا كبير الانسان تكون صغيره تاثره والدي تيحضيوه تنصحوه لانه ما خصوش يمشي كاع لهاد الاماكن الخطيره كاع بزاف الاسبوع الماضي سمعنا ان واحد الشخص طاح ومات والسبب باين انه كاين الشانطي هو هذا والجرف حداه ما كاينش حتى مترو في هذه المنطقة هنا ما كاينش حتى متر ديال الفرق إذا الإنسان كيكون غادي بالأخص الإنسان اللي الناس اللي ما مشيو لهذ المنطقة كيكون غادي على هدى من الله حتى يسقط ديك البلايص خصها تكون فيها حواجز خصها تكون فيها شي أمور وقائية باش الناس تبع يعني يكون عندها وقاية وحاجة أخرى عاوتاني أن هاد الشواطئ اللي عندنا الشاسعة والجميلة ما فيهاش حتى مقعد باش يجلس انسان انا دابا انا كنتسالى هنا عييت باغي نجلس في التراب على الاقل يكون واحد كرسي ولا شي حاجه ويكونوا شي حواجز هنا بالنسبه للوليدات الصغار هما كيقربوا حدا البحر خطر عليهم اذا خص التفاته خص وعي انسان يعرف بان هذه المناطق راه خطيره يبعد الاتساع
وكما قلت كاين هنا واحد جوج الحوايج من المواطن ومن السلطات. المواطن خصو يكون واعي والسلطات خصها دير لنا واحد الحواجز ودير جتاج شويه دير شويه الاناره هنا في الليل مثلا. ما يمكنلكش تجي لنا بالليل، انا بالليل بغيت نهبط هنا مثلا نجلس شويه نتفوه خص الاناره. دابا الوليدات هادو نقولوا ولاد المنطقه يعني راه ما نخافوش عليهم، راه ملي تيجي البراني ما تيعرفش يهبط ما تيعرفش كيطلع تيهبط يعوم تيصدق جار البحر، شكون السبب؟ هما الوالدين طالقينهم، الوالدين خصهم يشدوا ولادهم. دابا الام تلقاها تهضر في التليفون هنا في الجرده جالسه ياك وطالقه ولدها للبحر، تيتعند مع ولد المنطقه، ولد المنطقه راه تيسلك راسو راه تيطلع، ولكن البراني راه تيحصل. بالنسبه كما قلتي الاستعمال ديال السياجات عندنا واحد المسافه كبيره، وما خصهم درما خصهم ياخذوا واحد الاماكن اللي كتكون مناسبه وكتكون درما مثلا في راحه المواطن، ويحاولوا هما درما يطروا ذاك المواطن ويوريه فين يوقف فين ما يوقفش فين بامكانه درما انه درما يقرب فين بامكانه درما انه يبعد، باش ياخذ هو الحيطه والحذر ويعرف هو بان ما كاين شي اماكن ممنوع عليه يقرب لهم. بالنسبه لنا حنا لان كنلاحظوا بزاف انه كيكون واحد الحالات ديال السقوط ولا واحد الحالات ديال الغرق وواحد النسبه اللي كثيره ومتواليه. الحمد لله عرفناهم فعلا، كان الدري ما عليه ما بيته كنسمعوا له غد لي صباح ميت كي داير ما نعرف، مشى يصيد بالليل غد لي صباح ميت كي داير ما عرفناش. شحال واحد مثلا مشى للبحر قاعد مثلا مات كي داير قال لك طاح واقع على حجره هذه، واني بالنسبه لنا حنايا كيبان هذاك الشيء ماشي واضح، واني كما كنقولوا راه هكا كيتعرض الانسان للغرق كيتعرض للموت كيتعرض للسقوط كيتعرض بزاف الاشياء.